تعتبر شبكة الطرق في دولة قطر إحدى أهم الركائز الرئيسية للمساهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني والإسراع في التنمية الاجتماعية وتطوير وتحسين الخدمات اللوجستية، واستناداً لمهام وزارة المواصلات والاتصالات والتي تتضمن الكشف الدوري والمستمر على الطرق وتحديد الحاجة إلى صيانتها بهدف تأمين وتوفير شبكة طرق آمنة ومستدامة، كان من الضروري إجراء مسح ميداني باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة لبناء منظومة بيانات ومعلومات عن مستوى أداء أصول الطرق، بالإضافة إلى إجراء فحوصات فنية ممنهجة لوضع التقديرات والتوقعات المطلوبة حول أدائها بناء على عوامل معدلات الاستهلاك وتأثير البيئة والمناخ عليها. ولتحقيق هذه الغاية، بالإضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع النقل، قامت وزارة المواصلات والاتصالات بترسية مشروع المسح الميداني على شركة قطرية محلية لها خبرات رائدة وإمكانات واسعة في هذا المجال. لذلك يتم استخدام جهاز المسح ثلاثي الأبعاد MX9 والأول من نوعه في المنطقة بهدف رصد وتدوين حالة الطرق من خلال تسجيل أدق التفاصيل لجميع الأصول، والتي تشمل مسارات الطرق والجسور والأنفاق وأعمدة الإنارة وحواجز السلامة وغيرها. ومنظومة العمل هذه ستمكن وزارة المواصلات والاتصالات من جلد قياسات الأصول والعيوب عليها بدقة عالية تصل إلى 3 ملم، وسيتم تسجيل وتخزين هذه البيانات على نظم المعلومات الجغرافية ليتم متابعتها وتحديثها ودمجها مع البيانات الأخرى لتطوير عمليات صناعة القرار في الوزارة. كما تعد وحدة رومداس من أكثر الأجهزة المتعددة الوظائف التي سيتم استخدامها لمسح ورصد حالة الطرق، وذلك بفضل احتوائها على كاميرات عالية الجودة والدقة، إضافة إلى جهاز عرض خطي من الليزر والبصريات المتقدمة LCMS يتم من خلالها الحصول على أشكال ثلاثية الأبعاد عالية الدقة من سطح الطريق، بما في ذلك صور التصدعات التي يصل عرضها إلى 1 ملم، وسيتم تحميل وتخزين هذه البيانات بهدف تحليلها وإعداد برامج صيانة مستقبلية لكافة أصول الطرق. وسيتم أيضاً استخدام جهاز سكيد ريسيستنس، والذي يتمتع بتقنية الكشف والفحص الدقيق لنسب الانزلاق على الطرق لقياس مقاومة احتكاك العجلات على سطح الطريق وتأثير ذلك على انزلاق المركبات بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق والتقليل من الحوادث المرورية. يساهم المسح الميداني الشامل على أصول الطرق في المحافظة على استثمارات ومكتسبات الدولة ورفع مستوى السلامة والتقليل من المخاطر على الشبكة، بالإضافة إلى ضمان عملية استلام الأصول وفق أعلى المعايير. وسيمكن هذا المسح وزارة المواصلات والاتصالات من المساهمة بشكل فاعل لتحقيق الاستراتيجيات والخطط التنموية لدولة قطر.